حياكم الله من جديد في قصتنا الأخيرة من قضية رأي عام. منذ أن دشن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بزغ بصيص الأمل أمام أجيال الضوء ليشاركوا في مسيرة البناء والعطاء لهذا الوطن المعطاء كجزء من رد الجميل. سارت مجموعة من المراحل ضمن هذا المشروع وأتت المخرجات، وها نحن الآن نقف في المرحلة التاسعة، والتي يقال بأن بعضاً من الشوائب أصابتها. الزميلة نورة القباني بحثت التفاصيل في سياق القصة الصحفية التالية. أعوام مضت منذ بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، برنامج يحمل في أسفاره أمل مجتمع بأكمله، ليس من باب الندرة في مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة، والتي فاقت التوقعات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بل للتكامل النوعي والكمي لمخرجات التعليم العالي التي طالها الكثير من الملاحظات والسلبيات خلال عقودها المنصرمة، إضافة إلى التنبؤات غير السارة لمستقبلها ما لم تغير من نهجها البالغ من الكبر عتيها. 8 برامج من برامج الابتعاث مضت وعاد إلى الوطن نتاج تلك الثمانية، سمانها وعجافها. فمنهم من لحق بركب الفكرة التليدة والتي تتضمن رؤية مختلفة عن الدارسين خارج المملكة، أيا كانت الدولة أو التخصص أو المؤهل، حتى أن بعضا ممن لم يبرح مكانه حصل على شيء من تلك الوريقات بختم أجنبي، فكان له ما كان من المكانة وهو ليس أهلا لها، لكنها عقدة الأجنبي أو اللغة الأجنبية التي نعانيها. ومنهم من تخلف عن الركب وإن كانت شهادته حقيقية معتمدة، لكنها لم تناسب سوق العمل مجدداً أو لم تناسب العروض صاحب الشأن الذي اعتقد غير ذلك. إلا أن 8 تجارب أو أعوام أو برامج كانت كفيلة بتقييم مسار برنامج الابتعاث وتطلعاته، ثم يحين البرنامج 9 داخل هالة من الضبابية والتقلبات. شرط التحاق جديد جاء على لسان وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات، يقول بوجوب امتداد التخصص لمن أنهى درجة البكالوريوس وأراد الالتحاق ببرامج الماجستير، ولو أن الشرط جاء متأخراً، ومن المفترض أن يعلن عن الشرط وأهدافه حسب دراسات علمية وأطروحات خبراء، لا مجرد هكذا نرى وكلنا ذلك الرجل. ذلك ما جعل نموذج الاعتراضات على رفض القبول حاضراً في مشهد البرنامج 9 أكثر من الأولات الروابح أو غير ذلك. لماذا العمل على هذا الشرط في هذه المرحلة بالذات؟ إذا سلمنا وقلنا أن الوزارة يحق لها أن تعمل في هذا الشرط في هذه المرحلة، لماذا لم يحتسب هذا الشرط شرط أساسي مثل الشروط 3 السابقة ويدخل في مرحلة التدقيق الأولي؟ ليش يعطوني أمل ويعطوني سند موجبة أدخل للملتقيات وأنا أصلاً ما أنطبق علي هذا الشرط؟ هذا أولاً. طبعاً بعد ما جانا الرفض، أتاحت لنا الوزارة فرصة تقديم اعتراض، رفعنا اعتراضات وأثبتنا فيها الأسباب اللي من وجهة نظرنا نشوف أنها منطقية. بعد فترة ردت لنا الوزارة بالرفض مرة أخرى وقالت الجميع له صلاحية الترشيح ولكن بشرط إحضار قبول مشروط له. قبول مشروط يعتبر من الأشياء التعجيزية في مرحلة الدكتوراه لأسباب. السبب الأول، مرحلة الدكتوراه عندما أقدم على أي جامعة عشان تقبلني لازم أجتاز عدد من الاختبارات التي تختلف باختلاف التخصص، فأنا ممكن أني أعبي أبليكيشن للجامعة ما أقدر أنتقل للصفحة الثانية حتى تكتمل المعلومات. بعض هذه المعلومات أنا إلى الآن أصلاً
ما أقدر أعبيها لأني ما اجتزت هذه الاختبارات اللي ما أقدر اجتازها إلا بعد اجتياز مرحلة اللغة. الوزارة قالت لنا تقدرون أنكم ترسلون خطاب رسمي على بريد الجامعة تتكلمون في تطلبون منهم أنهم يعطونكم قبول ورد الجامعة، لازم الجامعة ترد بشكل رسمي وبناء عليه نقدم هذا الرد للوزارة وتعطينا ضمان مالي وتسمح لنا بالسفر. طبعا لما أرسلنا خطابات رسمية للجامعات اختلفت الجامعات، في جامعات ردت لنا لم ترد لنا، وفي جامعات رفضت أنها ترد بحجة أن ردها سوف يعتبر أو يحسب لضدها لأن ممكن أن حنا نقاضيها كطلبة لو لم تقبلنا بالفعل. طبعا رحنا وقلنا للوزارة هذا الكلام لكن ما شفنا أي تجاوب. الوزارة بعد ما قدمنا الاعتراض المبدئي بعد فترة من الزمن ردت على بعض المعترضين وتم ترشيحهم. طبعا كيف تم الترشيح لا نعرف، الوزارة قالت انها هي تعاملت مع كل حالة بشكل فردي لكن الواضح ينفي هذا الشيء. فلا يبدو لسوق العمل كمبرر اختاره وكيل الوزارة شأنا كما صرح به، وبخاصة أن سوق العمل لم يجد بعد القاعدة البيانية التي من الممكن أن تحصر مطالباته واشتراطاته الحالية، فما بالنا بالمستقبلية وإن عزا الأمر إلى التخطيط أو غيرها من وزارات البلاد. كما أن سوق العمل سوق متغير الأحداث والمنتجات بالنسبة للدول الصناعية والمصدرة، فكيف الأمر بالاستهلاكية إذن؟ التخصصات الأدبية أو التربوية ما لهم امتداد في تخصصات البرنامج، وهذا الشرط طلع بعد مرحلة التدقيق في هذه السنة بالذات. في السنوات اللي قبل اللي يجي لمرحلة التدقيق يكون مستوفي الشروط فخلاص يعني يكون من المبتعثين، لكن في هذه المرحلة طلعنا لمرحلة التدقيق لكن تفاجأنا بعد إعلان النتائج إنه إحنا ما استوفينا شرط امتداد التخصص. النتائج طلعت يوم 25 من أكتوبر، قدمنا اعتراضات، بعد تقديم الاعتراضات في يوم 4 من ديسمبر طلعت نتائج الاعتراضات إنهم وافقوا على نصف التخصصات تقريباً، والنصف الثاني تم رفضهم للمرة الثانية بشرط أن القبول المشروط. ومن ثم فإننا لو سألنا أحدا من الذين قضوا عمرا في البكالوريوس لما اخترتم هذه التخصصات فلن تجد من المنطقية إلا قليلا وأكثرهم لا يعلمون، هكذا كنا وهكذا أصبحنا. في الوقت نفسه جامعة حكومية حديثة في المملكة العربية السعودية لا تشترط امتداد التخصص، بل إن تجربتها الفنية أثبتت خطأ امتداد التخصص وبررت ذلك الخطأ باحتياج سوق العمل أيضاً. تجمعات طلابية لمن أراد الالتحاق بالبرنامج التاسع تعترض على الشرط المذكور منطلقة من رؤية فكرية وعلمية وطنية ومراسلات إلكترونية أشبه ما تكون بسابق العهد مع اختلاف شرط الكتابة باليد اليمنى أو اليسرى. فالبريد الإلكتروني يرحب بكلتا اليدين، ومع ذلك فالنتائج أيضاً مخيبة لبعضهم. استحداث الوزارة لهذا الأمر حسب تصريح الدكتور ناصر الفوزان حسب تصريحه أنه بناء على متطلبات سوق العمل تم العمل بمسألة امتداد التخصص. جيد، السؤال المهم الآن والكبير، هل فعلاً سوق العمل ما يحتاج هؤلاء الطلاب اللي تقدموا أو لا؟ بناء على أي معطيات قامت وزارة التعليم العالي أو البرنامج بتحديد هذا الشيء؟ بالمقابل أنه كثير من تخصصات الطلاب جيد فيها أشخاص ممن لا يحملون الجنسية السعودية أو أجانب، وهذا أمر مهم جدا. بالمقابل إحنا نفتقد الأمرين مهمين، الأمر المهم اللي هو التعاون ما بين الوزارات مظبوط، الشيء الثاني انه كوجود برنامج معلومات متكامل بين الطرفين او بين الاطراف. نظام العمل السعودي نص في المادة 33 في الفقرة الثانية على انه لابد في إعطاء تصريح لمزاولة مهنة معينة أيا كانت في المملكة أنه يكون البلد ما يوجد فيه من أبنائه
من يستطيع العمل في هذا المجال أو هذه المهنة، وأعطى الصلاحيات هذه بالمادة 36 من نفس النظام، من نظام العمل السعودي، لوزير العمل. جيد، أنا ما عندي أي بيانات محددة الآن، مظبوط، أو معلومات، كان نتكلم عن إحصائيات دقيقة من قبل وزارة التعليم العالي تبين الشيء هذا. جيد، فمجرد الكلام عن مسألة سوق العمل هي كلمة فضفاضة، الهدف منها اللي زي تقليل زي ما نقول الوهج لحق الطلاب في الابتعاث. حضور أمني مستغرب حول مؤسسة تعليمية لا يعرف سببه، وبخاصة أن المتجمعين أصحاب معرفة وسلوك وطني، الأمر الذي دفعهم لاستكمال مسيرة الوطن من خلال برنامج الابتعاث واختيار التغرب سبيلا للمساهمة في تطوير بناء الإنسان وعمارة الأرض. ثم ماذا؟ فلا حياة لمن تنادي، ولكن قد يجد النداء حياة من قبل آخرين لم تنادي بأصواتهم أو تطلب لقاءهم، فكان الأمر أشبه ما يكون بصلح ذات البين، فما زالت بعض مؤسساتنا تدار بهذه النمطية. يقال إذا ضعف المنطق ساد الصراخ، لكن الصراخ هنا يعترضون على منطق لم يتبنه أحدهم، ثم سينتهي الصراخ سواء أكان المنطق ضعيفاً أو كان امتداداً لتخصص أصحاب المنطق. إذن من الأراضي الوهمية مروراً بسوق الماشية ثم انتقلنا إلى نجران والمنصد، وختامنا بمشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في مرحلته التاسعة. كانت هذه خلاصة قضايانا، أشكر لكم المتابعة، شاركونا الرأي والتعليق عبر حساباتنا المنتشرة في الشبكات الاجتماعية، وأيضا من أراد أن يعلق فأهلا به على هاشتاغ قضية رأي عام على شبكة تويتر. إلى أن ألقاكم بصحبة قضايا جديدة في الأسبوع القادم، هذا ياسر العمري، يتمنى لكم أياما سعيدة وهانئة، في أمان الله.